الأخلاق الحسنة لا تعني فقط أن تبتسم لمن تلقاه، أن تصافح من يكون معك مثلا، أو أن تسأل أحوال الناس. الأخلاق الحسنة لا يقتصر على مثل ذلك. أخلاق الحسنة يقول الإمام علي حسن الخلق في ثلاث: الأمر الأول اجتناب المحارم، ألا ترتكب حراما، هذا هو الورع، الورع عن محارم الله عز وجل. الأمر الثاني طلب الحلال، ألا تبحث عن الحرام، أن تتجنب الحرام من الرزق، اطلب الحلال وربنا يرزقك الحلال. والتوسع على العيال، بعض الناس يملكون أموالا وأولادهم وبناتهم وعشيرتهم يحتاجون إلى أمواله لكنه لا ينفق عليهم. التوسع على العيال من الأخلاق الحسنة.